معانا خبر برضو ان محمد صلاح اتجه للعبة جديدة غير كرة القدم. لاعب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي استعرض مهاراته في لعبة جديدة بعيدة كل البعد فعلا عن كرة القدم، ونشر على حسابه بموقع اكس صورة وهو زي ما احنا شايفين كده بيؤدي تدريبات الملاكمة. كنا لسه بنتكلم عن المصارعة امبارح، محمد صلاح راح عامل النهارده طبعا صورة ونزلها عن الملاكمة وهو موجود في معسكر فريقه الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيستعد محمد صلاح لخوض الموسم الأخير في عقده الحالي مع ليفربول الإنجليزي. فمهم جدا برضه نشوف محمد صلاح كده هو في الملاكمة، ده هو صورة كده بيدعم فكرة الرياضة وبيأكد على انه حتى البطل في رياضة معينة ممكن يمارس رياضة اخرى ويستمتع بيها، ويشجع اللي حابب يلعب رياضة انه يشارك في اي نوع من انواع الرياضة. واكيد كتير هيقلده محمد صلاح في موضوع الملاكمة ده، يعني لانه بالنسبة لعدد كبير من الناس مش بس في مصر والوطن العربي، في العالم كله، يعني أيقونة وقدوة لكتير من الولاد الصغيرين والشباب كمان.